على تشكيلة الفتح وفتح الجبال، اسمعوا ما عند فتح الجبال من الأسماء. هذه سوزان طلق، ما هو معطينا والله فتش نتكلم، يلعب الكرة رمية التماس للنادي الأهلي، يحاول المرور، مرور ناجح، لعب الكرة حتى يثبت لاعب النادي الأهلي بأن الخلل لم يكن لديهم كلاعبين، بينما يريد أن يقول بأن برانكو توظيفته وتوليفته وتكتيكه لم يأن تتذكر مدينة الرياض ومنتخبنا الوطني في الهدف اللي سجل في منتخب قطر في خليج 15. موجود رياح تغيير لاعبين أو مدربين. لوكاس هذا البلايلي الأهلي في سنوات قضاها وقلنا اعتزل صغير وراح واتجه مباشرة إلى عالم التدريب وحصل قبل شوف 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 من اللي راجع الآن، شو الأدوار اللي يلعبها؟ جانيني هو اللي متراجع بلايلي، الله برا أنه منع كورة، شوف شوف يا سلام. هذا الفوز على فكرة، التقدم بهدفين مقابل لا شيء، ركلة زاوية للنادي الأهلي، اللعبة استفسية. أتكلم النادي الأهلي هو هو، لكن الحالة النفسية التوجيهات صالح المحمدي المدرب الوطني، يلعب كرة تمريرة خذوهات تدخلات قوية حكم المباراة، شوف الاستلام، شوف الكنترول يا ويما، يلعب الكرة جميلة للأمام يوسف البلايلي، انتظر يوسف، حاول يموه ما ابن السعودي أيضا السابق، يلعب كرة على اليسار، استلام للنادي الأهلي، مرور بلايلي يحاول من الأول، مر من الثاني بالقوة الجسمانية، النادي الأهلي مسلطن سلطنة آخر سلطنة، شوف 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 البلايلي مر من الأول ومن الثاني، عمل مجهود ممكن يكمل هذه، شوف شوف الكرة، شوف الكرة الأهلاوية، شوف الانطلاقة الأهلاوية، شوف التمريرة قابل لا شيء، يتقدم الآن حسين المقهوي، هو الآن المنطقة اللي بيحافظ عليها في استلام الكور صالح المحمدي هي مع وجود حسين المقهوي والعطيات وحسين المقهوي، ندل يوسف البلايلي يغادر أرضية الملعب ومحمد المجحد، وآخر انتصار حقق الفتح الموسم الماضي.